السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الأنوار. سؤال يتكرر كثير، من أول أنا أقول بجاوب عليه ونسيته يعني، وهو إيش الفرق بين الأفكار السلبية أو الوسواسية القهرية أيا كان المسمى وبين حديث النفس؟ يعني بعضهم يقول والله يا أخي أنا قاعد أتكلم في نفسي، ليش أنتوا قاعد تقول إن أفكار سلبية وتضغطني؟ طيب، الأفكار صح التعبير أو حديث النفس، اولا فانت تتحدث به متى شئت ومتى اردت. انا جالس الحين في راسي قاعد افكر في شغله بكره، يا اخي اسوي كذا ولا ما اسوي كذا، طيب اكلم فلان ولا ما اكلم. في الاخير انت تستطيع انك تسترسل مع الفكره وتستطيع في اي وقت ان تقطعها. هذا حديث نفس، شيء انت تختاره، يعني السالفه انت اللي تختارها والفكره انت اللي تختارها وانت اللي قاعد تدير النقاش فيها، وما عندك اي مشكله في انك تقطع في اي وقت، ما في شيء قاعد يردك إنك ما تقطع هذه الفكرة. أما صاحبتنا الأفكار السلبية اللي متعبتنا، لو كنا نستطيع أن نقطعها في أي وقت كان ما في أحد يعني تعبان من الأفكار السلبية، كانت يعني أفكار سلبية ذي من أصحابنا. مشكلتها أنها ما تنقطع، مشكلتك أنك لا تستطيع أن صح التعبير أن تفكر فكرة معينة سلبية أنت تفكر فيها ثم تخرج منها. لا لا لا، هي فكرة قهرية تأتي غصبا عنك وتقهرك ولا تستطيع أن تدفعها. لو كنت تستطيع أن تدفعها كان انتهينا، ما كان يعني سوينا السنابات هذه، كنا قلنا لكم اقطعوها وانتهينا، هذه ما هي، هذه حديث نفس. لا لا لا، هي فكرة قاهرة تأتي على العقل في أشياء ما يحبها أو أشياء يخاف منها، وفوق هذا ذلك لا يستطيع أن يدفعها. هذا الفرق بين حديث النفس والأفكار السلبية. حديث النفس تقطعه وانتهينا، أما الأفكار السلبية لابد من التجاهل وكيف أنا أتجاهل وتتعامل معها تعامل شديد، لأنها تتكلم عن أشياء تخيفك مثل الموت وأشياء كثيرة، فتجيك مثلا في وسواس أو أفكار الموت وأنك أنت بتنتهي، تجيك مثلا في المرض وأنك مصاب بالمرض، تأتيك مثلا في الفشل، تأتيك في حياتك الزوجية بينك وبين زوجتك الطلاق وألفاظ الطلاق، الأفكار كلها السلبية والوسواسية المعروفة تقهرك وما تستطيع أن تخرج منها. هذه هي الفكرة السلبية، أنت ما تختارها وفي أشياء ما تحبها وتقهرك وما تستطيع أن تخرج منها. أما حديث النفس سالفة في بالي أنا أفكر فيها، وبعض مرات أتكلم بصوت عالي في الفكرة هذه وأقدر أخرج في أي وقت. أما السلبية فلا، هذا الفرق بين الاثنين. فلا يضحك عليك الشيطان يقول لك لا لا تتعب نفسك، هذا حديث نفس، هذا أنت مريض، هذا عندك أنت مشكلة في عقلك، داوي عقلك، ما فيك إلا العافية. هذه أفكار سلبية قهرية، تعامل معها بالتعامل الذي نذكره في سنابات ككل. وفقكم الله، الله يكتب لكم العافية.